وكذلك لخلق مواطن شغل. لم يتوقف الجدل بشأن الخيارات الاقتصادية لحكومة نجلاء بودن التي تم الكشف عنها في وثيقة الإصلاحات المقدمة إلى صندوق النقد الدولي. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال إن الأمر لا يتعلق بإصلاحات اقتصادية بل بمواصلة السياسات التي أثبتت فشلها. نفس السياسات القديمة ونفس الخيارات متاع المنوال التنموي القديم، وهذا يظهر بشكل واضح جدا أن الوثيقة تركز كثيرا على مسألة إلغاء الدعم، وهذا ما يطالبه صندوق النقد الدولي في الشروط متاع يعني التدين. تنص على مواصلة سياسات التقشف عبر التحكم في كتلة الأجور وإيقاف الانتدابات والترقيات وغير ذلك. المنظمات النقابية والاجتماعية أبدت تخوفها أيضا من التوجهات الاقتصادية التي ينص عليها الباب الأول من مشروع الدستور الجديد، توجهات قال عنها الرئيس سعيد إنها ستتمحور حول سياسات اقتصادية اجتماعية وتضامنية تحمي الفئات الفقيرة. كيفاش الفرق اللي عمل الإنسان ثروة مكنوا من الآليات القانونية لتحقيق الثروة، ومنها الشركات الآلية، علاش أنت ما تعملش شركة مع مجموعة من الأشخاص لاستغلال عرضة لمشروع معين، وهذا علاش تعمل شركات الآلية. في المقابل يرى خبراء في الاقتصاد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تعد السلطة بإقرارها في الدستور الجديد تهدف إلى التناغم مع الخيارات المفروضة من الأطراف الخارجية المقرضة. المسائل الاقتصادية في الدستور ما يكونش من منطلق شروط مفروضة كذلك من الجهات النيوليبرالية اللي هي توا عندها سنوات تنادي بدسترت الاتجاهات النيوليبرالية، وخاصة ألا تهدف إلى مزيد تحجيم وتقزيم وتفكيك الدولة. الاتحاد العام التونسي للشغل سبق وانتقد بدوره الخيارات الاقتصادية للدولة، وقال أمينه العام نور الدين الطبوبي إن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تنفذ لا أن يتم النص عليها في الدستور. سابقة التنصيص عن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة في الدستور الجديد تثير مواقف متباينة في الأوساط السياسية وبين المنظمات النقابية والاجتماعية في انتظار الكشف عن تفاصيل هذه التوجهات في الوثيقة النهائية للدستور الجديد. توفيق عياش، الحرة، تونس.